ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلوي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب الراتب الكبير كتب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحدا بعلوي وأصوله وفروعه إن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولوالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة
عند الموت في لطف وخير وعافية. وإلى حضرة نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة والسبي المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تهيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تهيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تهيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه النخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليه الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يصبح الله ذلك النور وتصبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح والحبيب العربي. أنت تطلع بيننا في الكواكب قلب دور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح والحبيب العربي. أنت أمم أم أبان ما رأينا فيهما
مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا ملأنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطأ غير حسر وعدد لك أشكو فيك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كسيح عوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واغلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي بسم الله الرحمن الرحيم روى كعب الأحبار رضي الله عنه إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان
وتزينت الحور والبلدان ودكت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه السيد البشر في بطن آمنة قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة وقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وآمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت الانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمتخر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت بنادتها قدنا واصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وشرقت البيت وصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور سعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة وحان بروز الشمس سعادة تلعلع الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون علام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهواء فمر بجناحه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضرب المخاض ليلة الاثنين 12 من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناتي هي تبكد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي جبريل نادى في معنى ستي حسنه هذا ما ليح الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي هذا كحيل طرفي هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد
محمد وانجل خالائق من جهنم في غدي هذا جميل نعتي هذا المرتضى هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجل خالائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجل خالائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بأسره ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجل خالائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو والجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجل خالائق من جهنم في غدي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر صحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجل خالائق من جهنم في غدي صلى عليك الله يعلم الهدى ما راح طير في العصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منزل خالائق من جهنم في غدي